اهلا بيكم. النهارده عايزين نتكلم مع بعض شويه عن يعني ايه الاستراتيجي بتاعت البيزنس بلان بتاعتك. لما بتيجي تعمل بيزنس بلان لازم يبقى فيه استراتيجي واضح. يعني ايه استراتيجي؟ نتكلم بسرعه، يمكن يبقى فيه محاضره تانية كامله عن ازاي نحط الاستراتيجيك بلان وازاي نعمل استراتيجيك بلاننج. بس تعالوا دلوقتي، بس النهارده نتكلم عن الاستراتيجيز العامة أو الجينيريك اللي بتستخدم وانت بتحط ما يسمى بالاستراتيجيك بلان. أول حاجة عايزين نتعرف على معنى كلمة استراتيجي. استراتيجي الحقيقة كلمة، يمكن لو سألت 10 مختلفين عن معنى كلمة استراتيجي يمكن تطلع ب15 إجابة مختلفة. لكن خلينا نتفق هنا، الاستراتيجي هي او نتفق مع بعض على تعريف، يعني هو ان الاستراتيجي تبقى هي الخطة اللي هتنفذها مع تغيير كل الخطط. مثلا استراتيجية لعب الماتش النهاردة هجوم، يبقى كل حاجة هتتوجه ناحية ان احنا بنهاجم، حتى واحنا في الدفاع بنضرب هجمات مرتدة مثلا وكور طويلة علشان نفضل دايما في حالة الهجوم. واحنا بنختار الاستراتيجي عندنا مجموعة من ما يسمى بالجينيريك استراتيجيز، وهم نتكلم عن 3 اساسيين فيهم. اولهم ان انت يبقى عندك يونيك برودكت، حاجة محدش غيرك بيعملها. انت الوحيد اللي بتبيع شوكولاتة في البلد، خلاص انت البرودكت بتاعك وحيد، وهتلعب دايما على ان انت عندك هذه الادفانتج اللي انت هتشتغل بيها، او ان انت مثلا الوحيد اللي بتقدر تقدم خدمات سوفت وير على المحمول، بتخدم المنطقة معينة، الناس اللي ساكنة مثلا في مدينة نصر ولا الناس اللي ساكنة في أسوان، كلهم هيلاقوا الخدمات بتاعتهم من خلال السوفت وير باكج اللي انت بتقدمها لهم، او ان انت تكون انت هتقدم خدمات تعليمية. مثلا هتعمل سنتر تدريبي في مكان ما فيهوش حد غيرك، او ان انت الوحيد اللي جبت مدرسين من روسيا عشان يعلموا روسي في البلد، وما الى ذلك. يعني كل الخيارات بتدور حوالين اليونيكنس. الحاجة اللي بعد كده هو ان انت تكون هتقدم برودكت لو كوست، دي استراتيجي برضه. انا دايما هنافس على السعر، السعر بتاعي قليل، وبالتالي هقدر اكسر الدنيا. زي مثلا اول ما طلعت فكرة المحلات اللي بتبيع بسعر الجملة، بتبيع تجزئة بسعر الجملة، يمكن الكلام ده من 20 25 سنة او اكتر. ابتدى واحد كان اسمه ابو ذكري، كانت الناس واقفة عليه طوابير. ليه؟ لان الراجل كان بيبيع تجزئة، تروح تشتري منه واحدة واحدة، وبيبيعها لك بسعر الجملة اللي هو المفروض بيبقى ارخص من السعر ده بكتير. دلوقتي مثلا الناس بتتجه ناحية كارفور. كارفور المفروض المنافسة بتاعته اساسا على السعر، بتلاقي كل حاجة في مكان واحد. ده جزء تاني من الاستراتيجي، لكن من الحاجات برضو اللي مشهورة في العالم كله سلسلة محلات والمارت، دي بتلعب على السعر والسعر بس. المهم ان النقطة دي لها مميزاتها ولها عيوبها، بس دي استراتيجي انت ممكن بتختارها وتدخل السوق على ان انت دايما هي هتنافس على السعر. تالت جينيريك استراتيجي هي ان انت تبقى البرودكت بتاعك محدد وواضح، بيخدم جزء معين من الماركت السوق. زي مثلا انت هتكون بتقدم خدمات تعليمية لطلبة تالتة اعدادي، اوكي، في مدينة القاهرة الجديدة.
او ان انت هتكون هتنزل سوفت وير بيخدم المحاسبين وهم بيعملوا الضرائب. very focused strategy، ويمكن هنتكلم عليها اكتر في الماركتنج استراتيجيز برضو. المهم ان دي الثلاثة مين استراتيجيز اللي بنعتبرهم generic strategies.